الحكايات هي خزانة الذكريات التي نستمد منها معاني الوفاء للماضي والتطلع للمستقبل. من خلال تلك الحكايات نتعلم ونستشف كيف يكون تحقيق الطموحات والإنجازات. حكايتي هي حكاية كل مبدع رسم خارطة نجاحه بحب وإخلاص وتفن. اسمعوا السالفة يا جماعة الخير، يقولكم على حياة أبو نوخذانة حلم حلم، واللي أمن على التفسير أبو ملانة، يقولكم حلم من المدينة أن ترصد كلها في يارين، ويقولك الفار هذا كبرى والبحر معرس والشمس واقفة الصوفر بعرس. اسمع، هذه لأن واخذتك وأحلامهم، نحن لأن واخذتنا. قرب قرب يا إنسان، عندي لك أجمل حيوان، أصمخ أبلم يا شافي، ما يتلعثم ويفافي. يا ابن الخشاب، في الجمعة الماضية اعتديت على مسجد السلطان، أنزلت الخطيب وكسرت المنبر، وتدخلت أنا شخصياً لدى السلطان إكراماً للزهاد والفقهاء وهذا الهاشمي الذي معك. إن سمعك أحد من هذه البلدة، بلدة هجر، تقول ما تقوله لقتلك. أيها التاجر، دع عنك هذا الكلام وانشغل بتجارتك. بعدين لا تنسى ان هاللجنة من هالفريج ولأهل الفريج، ونفذت الاقتراحات بروحكم وبديت اجتمعوا مع الناس انت ويا هالخبلها. انا خبلها يا المينون؟ لو انتظرنا موافقة مسؤول الفريج عشان ما تنفذ اي شيء من هالاقتراحات. ونفذت اقتراحات بروحكم، سوينا الواجب. شوفوا عاد، ما بعوا الراس، اعمال لجنة معروفة. محمد يوسف علي. الدكتور والفنان التشكيلي والأكاديمي دكتور محمد يوسف، أهلا وسهلا فيك. أنتم حياكم الله في داخل المكان الجميل هذا. أنا سعيد. ها؟ أنا اليوم سعيد. أنت سعيد ولا حسن؟ أنا سعيد بحضورك دكتور. أنا أسميك صراحة دكتور يعني الحاضر الغايب، موجود ومب موجود، نشوفك وما نشوفك. أنت تتعمد دكتور هالأجواء؟ لا والله، أنا كثير ناس ما يعرفوني، أنا أحب أكون في الصف الخامس أو السادس. بعيد؟ بعيد. إيش معنى؟ يعني ما أحب الظهور كثير كثير أولاً يعني. دكتور أنت تحب الوقوف في الصف الخامس، لكن منجزك العلمي والثقافي في الصف الأول دائماً. ما تصور حسين سعادتي لما أشوف طلبتي وطلابي، أنا الدفعة الثانية أنا خرجت في الجامعة، جامعة الشارقة تكون جميلة. يسعدني أكون بعد فترة يوني سنة طلبتي ولا طالباتي يقولي دكتور عرفتني ولا ما عرفتني، كل طبعا حياتي متغيرات يعني. أيه. اللي تزوجت واللي يعني شغلة، فقمة السعادة أن يذكروني. أنا يعني فلسفة في الحياة أعمل بصمة وامشي. طيب دكتور، إحنا بنحاول في هالحلقة أن نتذكر معاك بعض الحكايات، بعض القصص، نشوف شيء من فلسفتك في الحياة، بشوف. نذكرك ببعض القصص اللي نسيتها يمكن. الله يستر، الله أعلم شو قارين عني. إن شاء الله. حياك الله دكتور. أنت شفت الفيديو اللي قبل أن بدأ وبدأت تتذكر بعض الأشياء. طبيعي. وبعض المسائل اللي أنت حتى استغربت مو جبتوها الفيديو، صحيح؟ ونجبتوها يعني أنا موجودة في مكان ما يعني. عدل دكتور. دكتور خلني أرجع شوي للوراء. أنت حياتك مليئة بالأعمال والإنجازات وتنقلت من مجال لمجال، لكن المسرح هو البداية والنهاية، إن صحت التسمية وإن صح التعبير. لذلك أنا بتنقل معك من محور لمحور، لكن ربما يبقى محور المسرح هو الوحيد الذي ينتقل معي من مكان لمكان. ما عندك مانع؟ ما عندي مانع، بالعكس. أنا الآن أنتم ملقين القبض علي واللي تبغونه ناخذ راحتنا يعني. أي خذ راحتكم. دكتور درست في مصر ودرست الفنون، هل هذا كان هدفك؟ كنت رايح تدرس الفنون في مصر ولا كان عندك شيء ثاني؟
اولا يعني لازم تعرف اني انا مش هدفي ادرس فنون. انا ولا عمر يوم انا احنا طلعنا في جيل انا وجيل الزملاء اللي معي في جيلي كان همنا نحرك الراكد الماي الراكد ثقافيا وفنيا تشكيليا مسرحيا الى اخره. فوجودنا في الشارجه ويعني يعني بكل الكلام الصريح نحن ما كان قصدنا مثلا انا شخصيا ما كان هدفنا اكون نجم ولا اكون اسم ولكن كان هناك في غيره للوطن نحن كيف نتحرك تشكيليا ومسرحيا. انا صارت الظروف اني اصلا ما برايح ادرس فنون تشكيليه او كليه الفنون الجميله. شو كنت انا كنت انتظر امتحان القدرات في حاجه في المعهد العالي في المسرحيه في القاهره اسمه امتحان القدرات. امتحان القدرات هذا يسون مجموعة أسئلة يشوفون كل أنت قد هذا المكان اللي بتنتسب له وتدخل له أو لا. فاتني أول امتحان يعني وكنت السبب الثاني يعني طبعا أنه كان في إدارة اسمها إدارة القبول أنا ذاك إدارة القبول ووافدين في القاهرة جمهورية مصر العربية. وأنا انتظر يعني تطلع أوراقي وهذا القبول عشان أروح أدرس مسرح. اللي حصل انه انتظرت 4 شهور ودخلوني كليه الاداب قسم اجتماع ودرست تاريخ جغرافيا انجليزي باق بس موسيقى والعاب اني ما يعني عشان تكمل وفرنسي ما خلو شيء ما شاء الله تبارك الله. طب انا ما بتخصصي ما يخصني في الاجتماع ولا رايح عشان قال لا انت خليك في الكليه هذه عشان بعد ناخذ نسحب اوراق منها ونوديها. طبعا اول ما كان في كمبيوتر وهذه مواد تمهيديه ممكن تنتقل فيها من كليه لكليه. حلو. بعد 4 شهور اكتشفت ان انا مقبول في عين شمس. طبعا فرق ما بين جامعه القاهره وعين شمس. عاد السنه اللي عقبها وانت دكتور يعني اخترت اصعب جامعتين في القاهره. صعبة. القاهره أكون وعين صريح. شمس اكون صريح جامعه عين شمس صعبه يعني وهذاك العلم الاجتماع انا يعني احترامي وتقديري للماده بس مو بتخصصي. الشيء الاخر والاهم من هذا كله انه يعني انا في الفتره هذه قلت سنه راحت علي خلاص يعني تعرفت على البوابين سواء طبعا ما خليت بواب ما تعرفت عليه بشارعنا. تعرفت على كثير من الاشياء ما خطرش على بالك يوم تفطر عندي يوم سهرني. أيوة. هاي عربانه الفول. أيوة. يعني اذا خلصت الفول انا غير مسؤول امر عليهم صباحا يعني طبعا الدنيا برد وكذا. كنت اخذ كعابي حاجه اسمها اللي عارف مصر زين اسمها بين السرايات. يعني من بيتنا شقتنا لين نوصل الجامعه اسمها بين السرايات كعابي اخذ كعابي يعني امشي مشي ما وين وين سكنت؟ سكنت شارع محي الدين بالعز 21. شارع محي الدين بالعز جنبي مخبز اميه. اوكي هذا وتمشي من محي الدين ابو العز لغايه جامعه القاهره؟ امشي طبعا شو نسوي؟ ما شاء الله عليك. اي والله يعني ناس تروح الصين انا رايح لشارع محي الدين بالعز يعني مش بعيد وايد بس دكتور يعني عشت الحياه حياه اهل مصر. المهم طاف السنة هذيك أنا حياة مصر ونضحك ونفرفش وطعمية وطبعا هاي الطعمية يعني خفة الدم هاي أنت تعلمتها من هناك دكتور ولا أنت رايح ومعك رايح جاهز ماضي أنا وزادوني طبعا وأتحول لكن فكرة ما فيها أخي حسن أحيانا الغربة تعلمك على أشياء وايد مهمة جدا. صحيح. تعلمك لأنه أنت كيف تهتم خاصة عن طلباتنا إحنا الجيل الثاني بعد جيل الكويت اللي كانوا يطرشون بعثات. صحيح. فكل شيء نحن يعني بالبدايات لكن الأهم هذا كله أنه يعني سويت عملية الغضروف وكنت ألعب طبعا حارس مرمى وأنت في مصر وفي مصر طبعا شارع سويت العملية عند دكتور اسمه محمد طلعت وشارع اسمه محمد شريف باشا وسويت العملية في مستشفى العجوزة أرابيك المعلومات يعني مستشفى العجوزة اللي على الكورنيش على النيل يعني معروف على النيل. نعم. هاي فاكر تماما أذكر كل المعلومات عن مصر من كثر ما أحب مصر أنا. ولعبت حارس في مصر؟ لعب لا في مصر لو أنا لعب حارس أنا لعبت هني كنت يعني فريق عندنا نلعب في شب دوار البلدية القديم كان هني عندي فريق ومع الوقت ظلم الوقت ما أشوف زين. أنا بقول لك شيء دكتور بس لا تزعل ما يخصني الموعد يعني إيه؟ قال لي الدكتور محمد يوسف رياضي وحارس مرمى فاشل. ايه لا صدق ما قمت اشوف يعني تعرف افسخ النظاره اخاف نظرات الكره تجيب وجهي فعق النظاره ممكن يعني وبعدين راغوني من الفريق عموما ما ينفع خلاص يعني. طبعا انا كل الاقوال تصير يعني بالضبط في دوار قدام البلديه يعني هالمكان كنت العب يعني زين نرجع القاهره القاهره المهم تعقد عمليه وتعرف على البوابين وهذا السنه اللي عقبها بعد فاتني امتحان القدرات طلعت اوراقي
ليش؟ لاني انشغلت مع يوم انتقلنا انشغلت بالفول والفلافل والبوابين خلى هذا هي شارع سمان جوهر وعيش فينو عيش فينو هاي الروتي الطويل هذا معروف وطعمياي قد كده يعني ايه طبعا تاريخ 20 22 يوم خلنا نفلس معنا بيزات نرجع حق هذا ولا طول الشهر لا كباب تكا حمام محشي مش عارف ايه شو تعال يا سلام يا سلام لكن الاهم من هذا كله أن السنة العقبة أيضا فات امتحان بتقولي ليش لأني أنا انشغلت في لما طلعنا من جمعية الشرق الفنون الشعبية كفرقة عملنا حركة شينا يوم المناعي وربعنا وانفصلنا عن الشوب وسبب الانفصال الشو سجلنا سهرة في تلفزيون دبي والشواب الله يهديهم والله يرحمهم أيامها كانت الجمعيات تقريبا في الدولة كلها كلها فيها مسارح الفنون والثقافة والمسرح والمسرح فأنتوا شباب إيه لا كان بيأخذون بيزاتنا اللي هم الشواب إيه لا لا صغارية ما تفتهم وعطونا البيزات نحن بنجسل البيزات ما بينكم وسويتوا مشكلة أنت انفصلنا طلعنا عنهم سمينا المسرح الوطني مع الوقت طويل العمر الله يطول بعمره كانت فرقة أيضا موجودة عندنا في الشارجة بالضبط بشارع الزهرة عدال ميدان الرولة اسمه مسرح الإمارات اسم الفرقة منو كان وياك ذكرني كان سيد ضاعن جمعة الله يشافي وعافي الله يرحمه سيما بن سيف اللي هو شحفان عبد الله مطوع الله يمسيه بالخير عبيد بن صندل اللي طول بعمره محمد عبد الرحمن ومجموعة أسماء موزة سعيد سيد عيد الفرج محمد فراشة محمد فراشة لا محمد فراشة كان ويانا في صوب الجمعية بس طويل العمر قالوا انضموا أنتوا مسرح الإمارات مع مسرح الوطني سموه مسرح الشارجة الوطني ومن يوم استوى مسرح الشارجة الوطني هذه حكايتنا مع المسرح لكن أهم شيء نحن ما أعطيناهم بيزات طيب انتصرتوا يعني؟ ها انتصرتوا لا انتصرتوا فزتوا عليهم؟ طبعا طبعا فصلنا وسوينا مسرحيه تاين الثقه وكان ويانا محمد حمدان مخادم الله يمسيه بالخير نسلم عليه يعني وكان ويانا اسماء يعني لا باس بها يعني طيب واحد من اصدقائك القدامى صورنا معانا خلينا نسمع شو يقول شو رايك الله اعلم منو يلا بنشوف وين على هالشاشه شباب موضوع اخونا يوسف الدكتور محمد يوسف موضوع طويل وعريض وين الستينات والسبعينات بس هو ما درس يعني كان أول نحن وضعنا شوي ضعاف كده في الستينات والسبعينات فهو تغرب سار يا أبو في ما تغرب سار دولة الثانية كويت وكمل دراسته هناك التقينا في السبعينات في الجمعية دخلوا علينا فجأة دخل يوسف ويوسف بضحكته الحلوة جماعة عندي بشارة لكم نعم شو خير نبغي نسوي مسرح مسرح كيف نسوي مسرح؟ مسرح يبغي له نص، يبغي له مخرج، يبغي له صالة، يبغي له كذا. قال له هذا كله بيتوفر، بس أنتوا قولوا هي. كنا موجودين أنا وعبد الله كتاب الله يرحمه في الإدارة. كلنا باكر ما رد عليكم. بالباكر ردينا عليهم نحن موافقين. وابتدينا في العمل المسرح من 72 والحمد لله. أبو يوسف رجل حبوب. فكانت الجلسة. مرح إذا سافرت معه بتحصل كل الطيبة وإذا قعدت معه في الرحلة عندنا هنا يا سلام إيوه النسك يريحك يعني أنت ما تبغي تترك الجلسة هذه بوجود محمد يوسف رجل وبعدين محمد يوسف عنده مواقف وملتزم وعند وجهك مثل ما نقول نحن يعني في أيام الحزن موجود في فرحنا موجود يجامل الشباب يقعد مع الشباب يعني جميع المواصفات الجميلة في هذا الشخص وهو جميل الله يطول في عمرك ويخليه في معلومة تعرف ليش سموه فراشة؟ ليش سموه فراشة؟ لأنك دائما أخذ دور فراش أيوة فمحمد إبراهيم فراشة كان اسمه بس هو طبعا أبو إبراهيم يعني فنان مبدع جميل شعبي تلقائي من الفنانين النادرين يعني أتمنى أن يرجع مرة ثانية دكتور كل الكلام اللي قاله الأستاذ محمد سمعناه من كل أصدقائك كل القريبين منك قال أبو يوسف حبا يعني الريال ما جاملك يا أخي بخبرك رحلة الإنسان من المهدي للأحد
تعال نمر في الحياة نضحك ونفرفش ونسوي، ما مش محتاجة تعقيد. لذلك أنا أسوي في الحياة هكذا يعني. أنا قررت بعد هذا الفيديو شيء، إني أسافر وياك. يا مرحبا أستاذ. لازم أسافر وياك. دكتور بعد إذنك تأخذني القاهرة، تايلاند، بمباي، الكويت، سفراتك هذه سواء عمل ولا غير أبغى أسافر وياك. تعال تعال بس على حسابك، أنا ما عندي بيزات من قبل يا سيد بيوت. على حسابي يا طويل، على حسابي. دكتور أيام المسرح الأولى كان فيها ذكريات وكان فيها مواقف، أنا أبغي أذكرك ببعض الأشياء وأسمع منك القصة. يعني أيامها وجود العنصر النسائي صعب شوي، في حساسية في المجتمع، أنت كان لك دور، كنت حريص على خواتك اللي معاكم، اللي شو كان يستوي؟ خبرني، قالوا بيوسف عنده قصص في هالجانب. أولاً طويل العمر يعني لما انتقلنا إلى مسرحنا اللي هو في القادسية أمرنا بسيارة، ونحن لحرصنا على العنصر وبسرعة تعرف العادات والتقاليد أحياناً ما يسمحون البنات مثلاً يمثلون. صحيح. فأضطر أنا وبعض الزملاء طبعا قاموا بالدور، أسرع أخذهم بالباص، بعضهم أجيبهم من الحمرية وبعضهم في الشارجة ألقطهم، يعني أجيبهم شخصيا أنا أسوق الباص كنت يعني عشان أهلهم يشوفونك أنت يشوفوني يطمئنون يعني ثقتهم فيني أنا يعني لأن تعرف المجتمع كان يعني بسيط أيامها، فموضوع المسرح شيء غريب يعني عليهم شوية، فما عندهم. اللهم أن متأثرين ببعض المسلسلات والأعمال المسرحية في الكويت والآخرة، فيسمحون في حدود هذا. لذلك كان تجربتنا مع أخواتنا وبناتنا يعني تجربة قد تكون محفوفة بالأقطار أحيانا يعني، ونحاول حتى في النص حتى على الخشبة حتى ما نحاول يعني نكون في حدود هذه التقاليد اللي بين قوسين يعني، حتى نعطي صورة مشرفة عن البنت وإلى آخره كدور فعال في المجتمع. طيب كان عندكم مخرج اسمه صلاح بوهناد. صلاح بوهنود. 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 هذا مخرج. هذا مخرج أردني أستاذ فاضل يعني نوجه له التحية، متخصص في المسلسلات البدوية. فكان دائما متواجد مع تلفزيون دبي. عيام راس غليص ومسلسلات البدوية. مسلسلات البدوية. مشهورة فترة من فترات. صحيح. بالذات في السبعينات. موضوع المسلسلات هاي ماخذ دور يعني من هناك تعرفنا عليه، فيابولنا يا المسرح كان مكاننا وين؟ كان شارع يعني ما ابغى اقول اسماء، شارع العروبه يعني عقب هذا. قال تعال خلينا نعمل لكم بودي تكنيك ونسوي لكم يعني نهيئ نفسنا حق التمثيل عشان تنظيم النفس والى اخره. فطلب طلب غريب، بس عقب الطلب هذا كل أعضانا مايو. شو طلب؟ الطلب قال بالباشر تجيبون وياكم بطلونات. ثلاث أرباعنا بعضهم يعني الله يحفظهم ويطول بعمارهم الموجودين. آمين يا رب. شفتهم بفترة ليش ما جيتوا؟ تعالوا المخرج ترياكم، قالوا أنتم متعودين تسيرون مصر تلبسون بنطلونات تلبسون مش عارف إيش، إحنا وين نلبس بنطلونات؟ قالوا أول شيء ماشي بنطلون قدنا، شيء ثاني ما فينا نربط بطننا بحزام وسوالف، بعدها لا إحنا ما بني، شو نلبس بنطلون ريال ولد البلاد نلبس بنطلون؟ فكانت هذه المسألة، هو كان قصده يجيبوا البنطلونات علشان نتدرب يعني للتمرين بالتمرين ايه هم قال لا ما بني شو على كبرنا بس بنطلونات احنا الحين والله شو اقول حق اهلي يقول اي والله يعني شوف اشياء بسيطه بس كيف كان لها يعني بنطلونات قالوا وبعدين يعني قلت لهم زي ترنك سوت قال لا ما بنطلون ترى هذا دخل لك ببنطلون ترى وتركوا تركوا طيب دكتور تعرف هذا وين هذا شو هذا المايك نعم تفضل بس خله عندك يعني شويه بتورطني شكلك خله عندك شوي بس خله عندك ايه بتورطني بورطك في شو مايكروفون هذا ما يعض لا بتورطني انت بشيء بشو زين ها بشو لا تقول لي غنوة سوالف طبعا لان احنا بعد احنا ناس اسوأ طبعا في البيت اونلاين حصغاري ولا طبعا شرقه لا لا راح تغني مستحيل راح تغني لا مستحيل يعني ما تغني اللي راح راح يعني ما تغني لا ما تغني لا لحظة. لا اعطونا الفيديو اعطونا الفيديو مستحيل قال ما غني عطونا الفيديو ما في ويهنا بالشف بقعة وراها بقعة سوت في مخنا سوت في مخنا والشف من الصبر صبرنا ما في ويهنا ما في ويهنا بالشف بقعة وراها بقعة سوت في مخنا
سوت بمخنا والشف طفش بحرنا ناس والرزق عنا خش طفش بحرنا ناس والرزق عنا خش والخير عنا قفه والشعب شايل قش والخير عنا قفه والشعب شايل قش طفش بحرنا ناس والرزق عنا خش طفش بحرنا ناس والرزق عنا خش والخير عنا قفه والشعب شايل قش بعدك ما بتغني؟ لا يا اخي لا بعدك ما تبغى تغني؟ كان مطر اولا يعني لا. كان فتره كنت اغني حق الاطفال وانا بس انا لاني مطرب ولاني شيء انت اديت وفي اغنيه بعد في الفقره الاولى كانت اداءك جميل صوتك جميل والله يا اخي ما بعصر لا 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 انا ما مطرب بس انا كنت اعمل بعض الديلوجات المعينه الصغيره حتى بعد فتره كنت اغني حق الاشياء الاجتماعيه لكن ما لاني مطرب ولا صوتي حلو زين شو قصه هاي الاغنيه؟ هاي الاغنيه شو مسرحيه وش هاي؟ مسرحيه ربشه في البقعه تاليف هي ربشه في البقعه كانت لسمير سرحان ملكه يبحث عن وظيفه والحقيقة اشتغلنا عليها في بداية الأمر إعداد أنا والدكتور ماجد بشليبي ومن ثم انضم معي أيضا الأستاذ حسن رجب فنان حسن رجب وعملت إعداد لها يعني أنه هم طبعا في الحكاية الأصلية أنه الماء جف من المنطقة وما في زراعة وبدأ عهد يعني القحط وإلى آخره احنا حولناها الى كان تذكرون بقعه الزيت اللي جت المنطقه نعم وان الناس ما تخلي السمك ما تروح يعني البحر والى اخره فسميناها الدنيا مرتبشة ربشه في البقعه ربشه وكل الناس الاغنيه كلمات من كلمات دكتور عبد العزيز مسلم بصير. كان دوب كان هو هذيك الايام ممثل تو طالع جميل شاب صغير هي وكان صغير هي بالاماره حتى يعني ابو سيف يعني نوجه له التحيه انه خليناه يكتب ومن ثم بدا ينعرف ان بهالمسرحيه انه كاتب اغنيه لكثير من الاغاني بالذات الوطنيه وبعض الاغاني العاطفيه لكن ركز على يعني الغناء اللي له علاقه مع يعني تقريبا بالتراث خاصه انه باحث تراث يعني طيب بتغني لنا ولا لا؟ تضحك اضحك للدنيا تضحك لك شيل عنك بعض الاحزان وانت عمت صاحبك ربيعي تفتح لك كل البيبان اضحك التاجر اياني اياك اتزعله ترى زعله هلاك التاجر اياني اياك اتزعله ترى زعله هلاك لو غلى شويه الاسعار اضحك اضحك وهكذا يعني يا سلام يا سلام وين هالاعمال؟ ها هالاعمال وين والله يعني سامحني بكون بعد برجع لنفسي شويه انا ما خليت شيء ما سويته توصل اشتغلت مذيع في 11 جلسه ممكن تترك المايك خلاص ما دام غنينا خلاص يلا خلاص جزاك الله خير غنيت كنت في المسرحيات نغني كنت لكن ما مشروع انا كنت فقط احب احرك الساكن لكن انا مشروع مطرب ولا مجلس لكن كل اشياء ما كنت ابخل فيه عندي ايمان ان الانسان اللي عنده شيء ما يبخل فيه على الناس كم عندك من الابناء الله يحفظهم عندي يوسف الكبير وعندي فواز الصغير وعندي الوسطي نواف وعندي من الأحفاد اثنين ما شاء الله تبارك الله وبالمناسبة بكرة عرس ولدي نواف ما شاء الله بالبركة والله يترك مع خير إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بتغني له بعد في العرس ولا شو غني له بعد بالمناسبة أنا في مرة واحد من الشخصيات الكبيرة في شيراتون أذكر في القاهرة بالفعل غنيت في عرسه ما شاء الله اي والله غنيت في عندك فيديو شيء نبغى نشرحنا ها فيديو لا 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 مستحيل ما طلع موجود تسجيلات في راس الخيم بس ما اقول لكم وين طيب حد من عيالك دخل الفن لا مستحيل ولا خليه زين خلينا نشوف الفيديو بعدين نعلق صرت عند والدي قلت له يبا بغيت اني اكلمك يعني في موضوع قال لي قل لي يوسف تفضل قلت له يبا امنيت حياتي بس عشان يعني في خاطري اني انا اوقف على الستيج يوسف لا يعني لا يعني لا يبا في سبب معين يوسف قلت لك لا وكمل مشوارك الأكاديمي مع الأيام قلت له يبا يعني بس لو عمل واحد جزاك الله خير أتمنى يالله ورضا وقفني إن على الستيج ومثلت واسم العمل مسرحية سك الباب من إخراج الأستاذ عبد الله المناعي حتى
يعني مش فقط يعني كم يعني كان مربي للأجيال، حتى رباني أنا كيف أوقف على الستيج، كيف كان مثلاً أنه يوجهني أي خطأ مثلاً أخطأ مثلاً فوق الستيج يقول لي يعصب علي ويقول لي لا أوقف هناك، قول مثلاً حوارك كذا، قول كذا، أوقف هناك، لا تعطي ظهرك للجمهور، أوقف كذا، أوقف كذا. فهذا الشيء يعني أعطاني مثل انطباع أنه جميل حتى في حياتي الخاصة، إن كيف مثلا يتحاور مع الناس، كيف مثلا القهوالتي منه مع الناس، كيف اني اتعامل مع الـ مع الـ مع البشر، يعني من هذا القبيل. يا ابوي بس انا عندي سؤال بسيط، ليش ما خليتني اني انا اكمل او استمر في المجال المسرحي هذا؟ مشاهدينا، الأكاديمي المحترم اللي معانا الفنان الكبير الدكتور محمد يوسف دكتاتوري مع أبنائه، ليش منعت الولد من التمثيل؟ شوف يعني مش دكتاتوري ولا شيء، لكن أيامها كان يوسف الله يحفظه كان مشغول مع الدراسة وطبعا منعته بالفعل، لكن ما اعرف كيف غفلني وراح وحصل مناعي وعبد المناع ابو احمد الله يطول بعمره واقنعه يمثل. لكن انا عندي ايمان، خلص دراستك اولا، تعلم، امسك لك شهاده، امسك شيء الباقي لاحق عليه، لانه ياخذ وقت المسرح. يعني المسرح مثل ما صار معك انت، انت كنت تدرس ومرتبط ارتباط ذهني وعاطفي صحيح، لكن اهم شيء الدراسه سلاح، وهذه فرصه نوجه للشباب لهذه النصيحه، الشهاده والدراسه سلاح تخليه بجيبك، لانها الهوايه غير هذا. وان كان يومين هذه اصبح التمثيل وال يعني احتراف صار الان، لكن سامحني في مجتمع مثل يعني مجتمعنا في اولويات احيانا تكون بالنسبه لي كأب يعني. لكن لا شك أن يوسف موهوب يحب ويقلد وإلى آخر طالع، لكن أنا ما كنت راضي يدخل صراحة. بس أنت ما ضغط عليه مثلا في اختيار التخصص الدراسي؟ لا ما أنت ضغط عليه في أنه يستكمل دراسته فقط، أهم شيء. يعني أنت مش دكتاتور؟ لا 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 مش دكتاتور، أسحب الكلمة. أنا دكتور مش دكتاتور. تدرس دكتور الآن؟ الحمد لله رب العالمين. وين الحمد لله رب العالمين. عشان تعرف عن سيرتي الوظيفية، أنا اشتغلت 23 سنة في وزارة التربية والتعليم، كنت مسؤول عن الأنشطة اللي هي التربية الموسيقية والتربية الفنية والمسرح المدرسي، ويعني في هالنشاط. وبعدين انتقل، طلبني الله يشافي عافية يطين طول بعمره جمعة غريب، نعم، وسعد سلطان صقر السويدي ومجموعة الأخوان الزملاء اللي كان ذاك في شباب الرياضة، في شباب الرياضة أيام ما كان اسمها، الآن اسمها الرياضة، وطلبوني مدة 10 سنوات اشتغلت أيضا في شباب الرياضة. وبعد فترة صادت ظروف أني أنا يعني برضو بتشجيع ناس كثير رحت درست في جامعة الشارقة، وما زلت وياهم أستاذ مساعد أسيستنت بروفيسور، أدرس 3 مواد مهمة جدا بجامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة، أدرس نظريات اللون ونظريات الرسم، وأدرس أيضا الله يسلمكم التصميم الداخلي أو الأرت أند ديزاين، بالإضافة إلى عندي كلاس مهم جدا أدرس فيه الناس الرواد اللي هم رواد الفن التشكيلي في الإمارات، اللي هم اللي بدأوا التشكيل في الإمارات، مادة تابعة اسمها الثقافة الفنية Culture Study، يعني هالمساقات أدرسها حاليا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا جانب وايد مهم في حياتك دكتور. طبعا الصراحة اللي هو الجانب الأكاديمي، ما أقصد جانب الفن التشكيلي. لا عمي بخالد، يعني شوف الموضوع يعني كان سقف طموحي غير عادي، ما كنت أبغي أوصل بكل الطرق بكل مكان، ما خلي شيء ما أسويه، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا إن شاء الله أكون يعني بدرجة علمية أعلى إن شاء الله، لأني حققت أشياء وايدة. العلم مطلوب، الطموح الإنسان ما لازم يوقف في حدود معينة، لذلك أنا حريص أني أكون أحقق طموحاتي. بس ساعات تين أقول خلاص محمد بعد شورك، شو ما خلي شيء ما سويته، يعني أنا تشكيل مسرح مش عارف إيش موسيقى، يعني أشياء وايدة، تحكيمات وأمور كثيرة، لكن الطموح ما زال. لا الطموح موجود، ما دام فينا نفس سنستمر إن شاء الله في هالحياة. لازم تترك دكتور مصر. أنا أبغي أشكيلك. مين؟ أنا أبغي أشكيلك.
تشكيلي واشكيلك. اه هذا هو، انت فنان تشكيلي وانا فنان اشكيلك. ان شاء الله. قول دكتور شو رايك ننتقل نصير هناك الجانب الاخر من الاستوديو. بس ما قلت رايك في الديكور وفي الخشب. بقوله بس انت ما اعطيتني فرصه. مول لا بقول، لان حلقتنا مليئه ما شاء الله بالكلام. خلينا ننتقل لان عندي محاور ثانيه هناك بعد. يلا تفضل دكتور. دكتور شفت هالأعمال هذه بعض أعمالك التشكيلية. قبل أتكلم ممكن أطلب عصير همبرغر. والله مشاهدينا الكرام لو كان في فرصة أن نطلع لكم الكواليس أو في يعني حوارنا أثناء الفاصل، الدكتور محمد ما أعطانا فرصة نتكلم. دكتور يعني عشان تحس بأن في تغيير يعني. بالعكس، لا والله أنا سعيد بالديكور و. النقلة لها علاقة خاصة البروازين الجميلين هذيل. بالمناسبة جزء من حياتي البروازين هذيل. البرواز الأولاني هو البرواز المسرح أو وجه المسرح واللي فيه الناس متشابهين، البروازين اللي فيه الناس تتحرك أمامك بصوت بصورة بالضوء وإلى آخره. البرواز الثاني البرواز التشكيلي اللي في حياتي أيضا نفس البرواز، لكن شخص اللي فيه جامد تتحرك فكريا وذهنيا. طيب لذلك أنا بين هالبروازين عايش. طيب نبغى ندخل في موضوع محور الفن التشكيلي. أوكي. شفنا الآن بعض أعمالك التشكيلية. نعم. الفنانين التشكيليين دكتور وايد ناس ما يفهمونهم، ما يفهمون كيف يفكرون، شو في ذهن هذا الفنان التشكيلي، فن غير طبيعي. عرفني شوي كذا بشكل سريع عن الفن التشكيلي وعملك فيه وتأسيس الجمعية جمعية الإمارات وغيره. الفن التشكيلي طبعا حالة من الحالات اللي يمر فيها الفنان عادة، يعني اللي يعمل معايشة ما بينه وبين القطعة الفنية اللي قدامه. الفن التشكيلي تتجذر احيانا من فكره تصير افكار. الفن التشكيلي عاده هو انتقال يعني الرؤيه البصريه من شيء جامد الى شيء متحرك. بالنسبه لي انا العمل التشكيلي عاده يعني او الفن التشكيلي بشكل عام نحن بالذات نوادر. اولا يعني يمكن تشاهد ملايين لعيبه كره القدم ولكن عندك عدنان طلياني واحد. صحيح. صح ولا صحيح. او ميسي او لا رونالدو مثلا. صحيح. ممكن تشوف مطربين كثار لكن يشهرون اسماء معينه مثلا يعرفون بجمال صوتهم. فانت تشكيلي بهالانانيه الموجوده ايجابيه الانانيه اللي بداخل كل فنان حب يتميز عن الاخرين. لذلك انا حاولت العب على هذه اللعبه اني اكون سويت اعمال كثيره. سويت أعمال كثيرة تقريبا الحمد لله، ولكن تقريباً أنا مركز على البيئة. جتني فترة بعد تخرج وهي طبعا مرحلة حزينة جدا في حياتي، وجدت نفسي فرصة فجأة أني أنا لوحدي لأن قلت أشتغل على المواد اللي هي النحت المباشرة وإلى آخره. فاحتفظت بنفسي وتوقفت يعني صراحة يعني. ما في حد في هالجانب في النحت ما في، بس أنا توقفت لأسباب اجتماعية يعني ما أبغي أذكرها. لا لا أنا أبغي أنا بقول لا أنا بقول دكتور محمد يوسف يا جماعة الخير قلب البيت لورشة أم عياله انزعجت العيال. صح الكلام دكتور؟ صحيح صحيح. فوقفت لأن ما عندك مكان تمارس فيه هذا الفن. حاولت يعني وبي أشتكي أنا ولا لا ما تشتكي، أنا أقول هالكلام عشان نحاول نيسر لك الأمر. لا الفكرة ما فيها بالفعل مشروع. إذا توفرت ورشة ستعود للفن للنحت وغيره؟ أنا طبعاً أكيد بعود، لكنني قد مستطاع تنسى أن الورشة إذا أرجع للنحت بالذات على الحجر ولا على الخشب محتاج استديو مثلاً يكون خاص فيني أضمن فيه. طبعاً طلعت برا الشمس رطوبة إلى آخر المسألة هاي.
احتاج الى مكان. طبعا تعرف البيت بدا الان يضيق يضيق علينا طبعا. مع وجود سيارات الشباب والى اخره يعني سياره كل واحد عنده سياره يعني. فبدينا نسوي على الحوي اللي كنت مسوينا ورشه هذا لازم ينضف انتهى. وبذلك اتجهت عملت مشروع اسمه الخروج الى الداخل. الخروج جميل. الى الداخل جميل جميل. الخروج الى الداخل كيف اعود الى داخل نفسي؟ انا مريت مرحله ملل صراحه نقول فيها وتوقفت تقريبا 9 سنوات. والخروج الى الداخل فكره قد تكون فلسفيه نوعا ما اني ابتعد عن الاخرين ولكني اخرج الى داخل نفسي. جميل. فنفس جميل. الاشياء اللي ابغيها فاشتغلت اعمال كلها من الطبيعه للطبيعه. هذه يمكن من الخروج للداخل. هاي واحده ايوه الخروج الى الداخل هذه واحده من الاعمال ونفس الوقت الاعمال الاخرى. عقبها طبعا بداوا ينتبهون لي. قد يكون سؤال يخطر على بال كثير من الزملاء يعني اللي قد يكون ما عندهم خلفيه عن الفن التشكيلي، ليش الاعمال على ريول دائما تحولت على ارجل يعني؟ لاني اؤمن انه طالما تمشي انت على رجلك انت موجود على قيد الحياه. لكن الله يحفظنا يحفظ المسلمين كما هي المومياء المصريه لما تكون موجوده استلقت هاي معناتها في حاله الـ 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 هذا. كم عمل تقريبا سويت؟ كم عمل سويت؟ سويت 90 عمل. 90 عمل في خروج للداخل تقريبا اكثر سويتهم. انا كان عندي مجال لكن لما رحت المانيا فوق اكثر من 90 سويت لاسباب. كنت متفرغ رحت المانيا شو تسوي؟ حد دعوني يعني انتبهوا لي يعني وهذه قصص كثير احبها انا. انتبهوا لي دعوني باعتبار انه يعني انا شغل غير عن الباقيين وابحث في مجال قد يكون ناس غفلانين عنه يعني. اوكي اللي حاصل انه لما تاخذ الاشياء من الطبيعه وترجعها للطبيعه لكن بشكل اخر هو البحث الجديد اللي سويته حق نفسي انا. وكثير من الناس كانوا يعني عجبهم الشغل لان النظره اختلفت تماما يعني وركز على الايقاع. ارجع الموضوع للارجل. طالما الارجل تتحرك معناته انت على قيد الحياه كما هي نبض القلب يعني. الله يحفظنا ويحفظ المسلمين يقول لكم ان فلان عنده توفى بالسكته القلبيه. طبعا مجازي التعبير هذا لو قلبه توقف لكن احنا ما يكون قلبك بجوخ معناته في هناك داخل عندك حركه. لذات الارجل هي تعني لي الحركه دائما في الحياه. سويت من ضمن الاعمال اللي شفناها شيء له علاقه بكورونا. ايوه ايوه دكتور لانه الكورونا هي هذه طبعا موجوده على الشاشه. هذه الكورونا طبعا توثيق مرحله مهمه جدا مرت علينا كبشر والكورونا كثير كانت قاسيه على العالم ككل. صحيح. واردت اني اسويها بشكل طريقتي الخاص طريقه اللحام والولدنج والى اخره. انا اشوف براغي طبعا لازم اكون مختلف. انا صراحه شدني شيء. شو وين هذه الستاتين موجوده؟ اي الان هذا العمل وين موجود حاليا؟ موجود في عندي في الكليه. انا شدني مبنى الكليه، شدني الجمال اللي في الصوره. الحمد لله نحن في يعني في الشرق الاوسط نتميز بمبنى جميل، كليه الفنون الجميله متميز. والحمد لله مع التوسعات الأخيرة يعني خذينا يعني راحتنا في الاستوديوهات الحمد لله رب العالمين لله. والطلبة قريبين من أعمالنا الفنية إلى آخره. لكن أرجع وأقول أنه الفن بالمناسبة يا ريت كما المخرج يعيد لها بقول حكاية اليدين هاي الموجودين في العمل. أنا بعد عندي حكايات وايد دكتور. زين أنت شفت الفن التشكيلي إلى النهاية يسوون فيها فلافل. يسوون فلافل اشتريتها ب20 درهم. شفت الأعمال التشكيلية ونسيت كل شيء. أنا بعد عندي عمل تشكيلي. شو هذا؟ ما تشوفه أحمر في قسوة كورونا وفي قسوة كورونا. أنا ليش رفعته؟ لأن هذا بعد في أرجل مثل الأعمال اللي تسويها. صحيح طبيعي طبيعي على أربعة. مشتغلين نحن على أعمال تستمر الحياة مع الصورة. إيه دكتور تسمح لنا ناخذ صورة وياك؟ للذكرى يعني. بناخذ صورة وياك للذكرى. سيلفي سيلفي. لا مو بسيلفي. مصورنا طبعا الكبير الأستاذ سيد بيلتقط لنا صورة. إيه لحظة خلينا نعدل عمري. شوفها شغالة أستاذ سيد. يا سلام. الصور تبقي ذكرى غير طبيعية صحيح؟ طبيعي. زين خلينا ناخذ الصورة. يا سلام عليك يا سيد. عطنا شو رايك بس بالصوره الفوريه؟ يا سلام يا سلام يا سلام دكتور. هذه لغايه ما تخلص الحلقه وانا بتطلع. اهف لا والله بتطلع ان شاء الله بتطلع. طيب دكتور بتطلع الصوره بس انا ابغي اراويك بعض الصور. قول نشوف الصور يا شباب.
يا سلام. انا ما بتكلم، كنت احلى واحد بالفريق انا. شوف صور هاي، كنت احلى ثالث، احلى ثاني، احلى واحد بالفريق. ثاني ولا ثالث؟ اي بس شوف حبه الخال انت، بشوف الشامل اللي علي، ما ادري ذبابه ما شو هاي. اللي بعدها صوره، اللي بعدها صوره، اللي بعدها صوره، اللي بعدها. وين تجيبون صور؟ يا سلام. شوف شوف يا دكتور بالقاهره هاي، دكتور مطر، دكتور هاشم، وحسن ملا، سعاده السفيرنا محمد سلطان المزروع، سفيرنا في سلطنة عمان. اقول لك حكايه الصوره هاي تضحك بسرعه دكتور، ما عندي وقت. زيد زيد الله، عبد الله المناعي. شو عبد الله المناعي كان زارين القاهره في كازينو الليل، كازينو الليل، كازينو كازينو النار او النيل اعتقد، ايوه. اوكي زارنا، لكن الصوره هاي احنا وصلنا القاهره الساعه 6:30، 7:30 احنا في ميدان التحرير نصور. ما شاء الله هي القاهره حرب حرب. اشوف قال عبد الله المناعي زميل الدرب، زميل الدرب الله المرحوم ابو خالد عبد الله كتاب، وهذا ايضا عيسى كان فنان شعبي في جمعيه الشرق الفنون الشعبيه الله يرحمه ويغفر له. وهذه الصوره في اسوان والاقصر. وين جبت الصور؟ ايش حقك تجيب الشعر؟ شو رايك دكتور؟ شو رايك بالصور انت بس؟ الله ابراهيم لوتاو والمرحوم راشد الهاجري وعبد الرحمن امين، هذا مال اللي يسمونه مذيع، هذا المستشار اللي في النص، المستشار يسمونه مايد الخضر. اوكي، واللي عداله شاعر المعروف عارف الخاجه. ما شاء الله. هي نعم، وراعي الشنب الحلو هذا. هذا اجمل واحد قلت انا، مش جايبها ولا حصلتوها. شوف شوف هذه الصوره. لا هذه معناته مسوي لك مع يوسف وسرق الصور. ظاهر كذي شكل بلا شك انا. الله يعينه يوسف. لا لا شوف طالع انت بس، انت شنبات سكان سيكل ايام الشباب. وهذا يوسف، يوسف، يوسف الله هذا يوسف. وين هاي الصورة؟ هاي الصورة اعتقد اعتقد في الذيد يمكن، في مكان في ابو ظبي. في ابو ظبي مسوي رحلة اولية. نعم. طيب وين انتم صورة؟ تمت صور عندنا بعد. ها شوف شوف يا دكتور، هذه اين الثقة؟ الله يطول بعمره، عبد الله الشريف الدبل، عبد الله السبت، ومحمد البشوري ومجموعة. هاي الصورة شارع العروبه، كان استديو الخليجي اسمه، ومعاهم اخوي ابراهيم، عبد الله المناعي، ابراهيم القطري، وسالم سيف، ومجموعه من الزملاء. ما شاء الله مجموعه. عندك عند روبرز انت يوم العيد كاشخين فيه. اشوف 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 اشوف. نعم. ذكريات حلوه دكتور ها؟ يا اخي نعم ذكريات حلوه. الذكريات الحلوه مع البساطه. الان اصبح بالحياه تكلف وايد. البساطة شيء جميل يا أبو خالد. صحيح صحيح. نحن للأسف نتمنى أن المدنية والثقافة والمراكز والفلوس ما تغير داخل البوز، لازم تقول اللي في داخلك. أتمنى هاي البساطة تنكس على اللي داخلك مثل اللي برا، يعني هاي مطلوبة، يعني مع احتفاظ بالألقاب وكل شيء. صحيح. لكن البساطة شيء ما يمل منه يعني. طيب الفنان عنده القدرة على أضحاك الناس واحزانهم او بكائهم، صحيح؟ صحيح. وانت مرت فيك مواقف انت اضحكتنا كثيرا في الحلقه جزاك الله خير وامتعتنا. طب بنضحك ايش حقين احنا؟ واكيد مرت عليك مواقف احزنتك في حياتك. اي نعم. تذكر شيء منها؟ اي والله مواقف لسه قريبه، يعني من المواقف اللي ما حتى الاخوان يعرفونها. يعني نحن موقف كان، كنت انا في خرفكان، وكان الوضع كان عندي الجامعة مكلفيني معرض في خرفكان أنا والدكتورة كريمة الشوملي، وقالوا لي لازم تبات، وقلت لا بروح، أنا متواعد مع شخصية بعدين بقول لكم اسمها. جيت وحضرت، حضرت ثاني يوم، حضرت كتب كتاب يعني، ووعدته وقلت لازم يجيك، شافني وحضني باسني وكل شيء الأمور هذه، ودخلت معه، قال يدخل معي حتى الملك وجزاه الله خير، قربني وايد هناك، معناها قضية أهلية يعني أو عائلية، قال لازم أنت تدخل. كان عقب عن مملك كل شيء راح تسلم علينا كلنا، هو الشخص اللي ما عمري أنساه ولا مسرح شارجي أنساه ولا أي واحد من قريبين، باعتبار أنه اللي بقولكم اسمه جزء من حياتي العملية، جزء من حياتي الفنية، جزء من حياتي قد تكون حياتنا بمسرح الشارجة. احنا كأصدقاء صرنا يعني كبرنا في المكان 40 او 45 سنة واكثر يعني من مع بعض، يعني الفنان راح لحميد سنبيتش، حميد صالح، وهذا مستحيل انساه.
لانه زاويته معروفه، مكانه معروف. حكايه المقاله بيني وبين لما اروح المطاعم ساعات سوي نفسي ناسي بوكي، ساعات هو يقول بروح شوي برجع لكم يشرد عني خلينا ندفع البيزات. مواقف كثيره علاوه على مواقفه الوظيفيه لما كنا يعني معنا في يعني هو الاستاذ احمد برحيمه نمسي عليه بالخير ايضا، كانوا يعني معاي موظفين يعني مع بعض كنا في قسم المسرح المدرسي. ايضا حكايات كثيره، لذلك حميد لا يمتحى من الذاكره. يا الله ذكرتني بحميد سمير. اي طبعا حميد طفل جميل طفل افتقدناه. حميد رحل نعم، لكن هناك من الاصدقاء والاحباب ما زالوا باقين بيننا صحيح؟ الحمد لله ربي الله يحفظهم. خلنا نشوف هالفيديو ونرجع نكمل. ولا عديمة والصدق الصدق الصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا زميل ده، هذا تاريخ، هذا مسرح الإمارات الحقيقي، الفنان الإماراتي عبد الله المناعي، واحد من رموز المسرح في الإمارات، واحد من الأسماء المهمة، واحد من اللي يعني أثروا في كثير من المسرحيين وعلموا عدد كبير من الناس والشباب في مسرح الإمارات، ما زالت آثاره وما زال هذا تاريخ يا حسن. طبعا هو يصعب عليه الكلام بعد الشلل تاريخ هذا، أصر لأنه على الأقل يقول كلمتين ثلاث يعني. شكرا بيوسف، شكرا جزيلا لك، ما قصرت. مشكورين مشكورين. إنها الحكايات حيث البدايات الصعيبة والنهايات السعيدة، منها نستلهم ضروب العزم ونمضي إلى الغايات النبيلة والأهداف الكبيرة. لأجل ذلك تجيء حكاياتنا ممهورة بالإبداع والجمال.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.